سرعته أو في سرعته فإن رآه الكاهن وإذا نأتي الضربة أبيض باهظ إلى الحمرة في قرعته أو في سرعته كمنظر البرص في جلد الجسد فهو إنسان أبرص إنه نجس فيحكم الكاهن بنجاسته إن دلقته في رأسه والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويعطي شاربيه وينادي نجس نجس كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه إن الشخص الأبرص كان يدعى بالنجس. شكرا لإصغائكم، هذا كل ما لدينا من وقت لهذا البرنامج، سنكمل هذه الدراسة في المرة المقبلة. شكرا لإصغائكم، رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو Follow the Bible Ministries .PO Box 1332 Alameda .CA 94501.USA أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com ولتكن بركة الرب الغني معكم.